بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ إن احنا نتكلم فيه عن السيريز الجديدة اللي هنشتغل فيها، وهي الـ Object Oriented Programming Using PHP. مبدئيا كده، إيه هي الـ Object Oriented Programming، أو إيه هو الـ OOP، وليه لازم إن أنا أتعلمه وهيفيدني فيه؟ الـ OOP مبدئيا هو أحد الـ Paradigms أو الطرق اللي أنت بتستايل بيها الكود بتاعك. يعني انت مش هتغير حاجه من اللي انت بتعمله، يعني الاف ستيتمنتس وكل الكلام بتاع كل الكلام اللي انت اتعلمته في البيزكس هتبدا ان انت تعمله امبلمنت، بس جوه رابر حاجه اسمها الكلاسز، حاجه اسمها الاوبجكتس تبدا ان انت تتعامل معاها. دي اول حاجه. طب ليه اتعامل معاها؟ مبدئيا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بيضيف ليك بعض الفانكشناليتيز اللي ما تقدرش تعملها عن طريق الفانكشنز. يعني مثلا انت عندك فانكشن وفانكشن ثانيه مفيش كوميونيكيشن ما بينهم، انما الاوبجكتس لا، الاوبجكتس يبقى فيه كوميونيكيشن كبير ما بينهم، وده بيقدم لنا حاجة اسمها الـ 4 Pillars. الـ Object Oriented Programming بتكفر حاجات زي Encapsulation, Polymorphism, Inheritance, Abstraction، بتديك حاجات اسمها الـ Magic Methods بتقدر انها تساعدك في نص الشغل بتاعك، حاجات تانية زي الـ Collections تقدر ان انت تقسم الفايلز بتاعتك كأنها Folders عن طريق الـ Namespaces. ففي Functionalities أكبر بكتير جدا من خلال التعامل مع الـ Object. لغات تانية زي جافا سكريبت تقدر انت تتعامل فيها بالـ Functional Programming وبتبقى Effective معاك، انما PHP لما تتعامل بالرافل مثلا، فلما تيجي تمبلمنت حاجه زي الام في سي ستراكشر بيزد اون اوبجكتس لازم انت تخليها كلها اوبجكتس تتعامل مع بعضها. لما تيجي تتعامل مع اليونت تيستنج، التيستنج عموما هو كلاسز بتبدا انت تعملها امبلمنت، فانت لازم برضه تتعامل بالاو بي. لما تيجي تعمل اي داتا ستراكشر انت بتشتغل بيه هتلاقي برضه ان هو لازم يبقى اوبجكت او كلاس تقدر انت تعمله وتمبلمنت بقى الداتا ستراكشر اللي انت عايز تعمله. فالاو بي كونسبت مهم جدا لازم انت تتعلمه، وده اللي احنا هنعمله في خلال السيريز دي.